أنا من أسرة بسيطة جدا. غادي نتعرف على واحد الشاب، فهو كان خدام أستاذ. بان لي بلي أنني لقيت التوأم الروح ديالي. تزوجني فابور وداني رخيصة بزاف، وقلت لهم دخلوا سوق راسكم. بقى كيغوت عليا وكيقول لي راك تعصبيني، في خاطري غادي نقول الله يخرج هادشي على خير. من داك النهار وانا هي الفام دو ميناج والطبخه ديال الدار، كنت تفاجئ انني غادي نتحط وسط محيط اللي هو مسموم. وانا في دار والديا واحد النهار كان الفيق، كان لقاه بلوكاني من كل شيء، وخوا بيا ورفع عليا دعوه الطلاق وخلاني. قصه اليوم تقدري تشوفي فيها راسك، قصه اليوم تقدر تكون رساله ليك، خصوصا اذا كنتي مراهقه مقبله على الزواج او لانسانه مطلقه. حكاية الليلة لأنثى اللي كان اعتبرها في حكايتها اليوم مثال رائع في أنك نقضي راسك ولو بصيص أمل. حكاية اليوم كتنطابق عليها الآية الكريمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تبعوا القصة وكونوا أكيدين بلي أنكم غادي تخرجوا بدرس مهم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اذا اول مره كتصادف مع القناه ديالنا تنقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار فكدائما وابدا الدار دارك. باش تكونوا ديما نتوما الاولين اللي كتشوفوا الفيديوهات اللي كنحط من بعد كل يومين، ما تنسوش انكم تفعلوا الجرس لتحت باش يوصلكم الاشعار ديال اي جديد كنحطو. اش بان لكم نبداو في حكايه اليوم؟ لنبدا. انا امل كاسم مستعار. القصة غادي تبدا كالتالي. انا من اسرة بسيطة جدا اللي كتكون من الاب ديالي واللي توقف على العمل لاسباب صحية، والام ديالي اللي كانت خدامة في الصناعة التقليدية. الحمد لله ما عندناش ما خصناش، والوالدين ديولي ربوني في هاد الظروف وتقاتلوا عليا لا انا ولا خوتي، وتعذبوا حتى وصلنا لهادشي اللي حنا فيه اليوم ولله الحمد. باختصار مفيد وندخلوا في الحكاية. في سن 21 سنة غادي نتعرف على واحد الشاب عنده 25 عام عبر مواقع التواصل. المدة ديال التعارف ديالنا غادي تدوم 3 شهور اللي فيها تفاهمنا ولقينا بلي اننا كنبغيو بعضياتنا، وبلي حتى في الدراسه ديالنا كان عندنا نفس التخصص اللي هو الانجليزيه. فهو كان خدام استاذ وكان الولد الوحيد ما بين زوج خواتاتو وساكن مع دارهم، اما انا فكنت مازال تنقرا وسنسكن مع والديا. في ديك الفتره فاش كنا كنتعرفوا كنا كنتفاهموا بزاف، وكان عندنا نفس الراي ونفس وجهه النظر. بان لي بلي انني لقيت التوام الروح ديالي، يمكن هادشي اللي كان تيبان لي والله اعلم. من بعد ما غادي ندوز المده اللي هي 3 شهور ديال التعارف، اقترحت عليه باش اننا نتلاقاو باش نتشوفوا ونشوفوا واش حنا راضيين على بعضياتنا وبلي صافي نتفقوا على الخطوات اللي جايين. فاذا به هاد الشخص كيرفض وتيقول لي بلي انه حرام نتلاقاو خصوصا خارج اطار الزواج. انا اقتنعت وقلت فيها خير. المهم مباشره من بعد مواقع التواصل غادي نتفقوا باش انه ندخلوا في مرحله الخطوبه اللي فيها غادي نتعرفوا على بعضنا اكثر ويكون عندنا الحق اننا نتشوفوا. المهم غادي يدير معايا الوقت وحتى النهار، غادي نقولها لوالديا وغنقترحوا باش انه الخطوبه تكون في دار عمتي اللي في مدينه واحده اخرى، حيت انا دارنا كانت ديك الساعه كتصلح وخفت لما يعجبهمش الحال. جاوا كبرنا بهم وحتى هما كانوا فرحانين حيت جاوا لعندنا، او بالاحرى كانوا جاوا للدار ديال عمتي اللي كانت زوينه ومفرشه مزيان ماشي فحال دارنا. اما هما كانت يسحب ليهم بلي انا كنتمي لشي طبقه عاليه زعما غنيه. شفتني الام ديالو عجبتها، اما هو كان غادي يطير بالفرحه. فمن بعد الخطوبه غادي نديرو عقد الزواج. ديك الساعه كان في عمره 25 سنه وانا 21، كل شيء غادي يجي في رمشة عين، لا احتفال ولا نشاط ببساطة. أو بالأحرى هاد الزوج ما قبلش باش أنه يدير العرس لهو ولا عائلته بحجة أنهم ما عندهمش الفلوس، وحتى أنا ما كانش راسي قاصح وما قلتش لا. وحتى من الهدايا أو لا من الدهازة ولا أبسط ما يكون ما جابوش ليا والو من هاد الشي. من الأخر تزوجني فابور وداني رخيصة بزاف، فاكيد بلي انه والديا ما غاديش يعجبهم الحال حيت هاد السيد ما كبرش بيا، ولكن حيت انا كنت تنبغي بزاف غادي ندور فيهم كاملين وقلت لهم دخلوا سوق راسكم وخليوني انا اللي بغيتو بلا والو قابل عليه. فاش تنكون بيني وبينو تيقول لي سمحي لي بزاف ان شاء الله غادي نتجمعوا وغادي نعوض لك على كل شيء، وهاد الجمله كانت كافيه باش انني نثق فيه ونقمع والديا حيت انا اللي كنت عارفه شنو كيدوز ما بيناتنا، وهما ربما ما غاديش يحسوا بهاد الامور. وليت كنشوف فيه حياتي كامله، وتا هو كان كيقول لي نفس الحاجه. غادي نديروا العقد في مدينتي فين تنسكن،
وغادي يباتوا معنا في دار عمتي، ولا غد ليه مشاو في حالهم لمدينتهم. من بعد العقد باسبوع قال لي نمشيو لوطيل. قلت ليه لا سمح لي ما نقدرش، رخصنا هو الاول نديروا العرس. بقى كيغوت عليا وكيقول لي راه كتعصبيني وانا راجلك وهذا الشيء راه مشرع عليا وخاصك ديري اي حاجه كنطلبها منك. المهم بقى معايا حتى قبلت وقلت ليه واخا. ولكن قبل ما نمشي معاه بنهار غادي تقول لي عمتي وماما سيري ديري شهاده ديال العذريه ديالك عند الطبيبه. انا رفضت حيتاش حشمت وقلت بلي انه ما كاينلاش هذا الشيء كله وحنا راه ثايقين في بعضياتنا، غادي يفرضوها عليا في الدار. وفعلا مشيت عند الطبيبه ودرتها، كنت بريئه وما كنت كنعرف حتى شي حاجه. المهم غادي يجي عندي، غادي نمشيو للوطيل، غادي نبقاو فيه 3 ايام. ومشيت رغم انه عائلتي قالوا لي بلي انه حشومه تمشي بلا عرس، ولكن هو ضغط عليا بزاف وتخاصم معايا وخلق مشاكل، وانا خفت لنوقعوا في شي مشاكل اكبر من هذا الشيء ودرت لي خاطر ومشيت معاه. من بعد غادي نرجع لدارنا وغادي نجلس فيها اسبوع، حيتاش قال لي بلي انه ما بغيتكش تجي لدارنا، انا كنحشم من والدي وما غاديش نقدر نعيش معاك كزوجة في دارنا، فاللهم بقيت تما في داركم ومرة مرة غادي نبدا نجي عندك. فمن بعدها مشيت عندهم لدارهم لمدة أسبوع، وهو يقول لي بلي أنه خاصك تجي تزورينا، وفاش غادي نمشي غادي يشدوني. وبقيت عندهم، غادي نعاود نرجع لدارنا اللي جلست فيها 15 يوم حتى جمعت حوايجي بمرة ومشيت لعندهم. وهنا غادي تبدا حكاية نتاع السلسلة الأولى من العذاب والألم. النهار الأول فاش جيت عملتني ماما خايب، تخيلوا أبسط الأشياء ما داتهمش ليا، ما استقبلتنيش لا حليب لا تمر لا صلاة وسلام ولا حتى السلام. حسيت براسي بلي انني ما كنسوى حتى شي حاجه، في خاطري غادي نقول الله يخرج هادشي على خير. النهار الاول غادي تخنزر فيا وقالت لي الا فيك الجوع نوضي للكوزينه وشوفي ما تاكلي. وانا ديك الساعه اول مره كندخل دارهم ما كنعرف حتى شي حاجه فين كاينه في بلاصتها، وفعلا غادي نوض للكوزينه وطيبت لهم العشاء. وباقي عاقله على داك النهار، كنت درت ليهم الحريره وجات زوينه، ولكن هي عيبتها ليا وقالت لي حريرتي زوينه ماشي بحال هادشي اللي درتي. والعجيب في الامر انه حتى هو عيبها ليا، ايه الزوج اللي قلت هو السند وضحيت على ودو وخليت كل شيء مورايا وتبعته غادي يبدل عليا وجهه. من داك النهار وانا هي الفام دو ميناج والطبخه ديال الدار، عمرني سمعت من عند هذاك الزوج هادشي بنين ولا الله يعطيك الصحه ولا شي كلام زوين ولا حتى شكرا. كنقدمهم كيقول لي هادشي محروق هادشي مسوس هادشي خايب. والغريب انه ملي كنكون انا وياه الراس في الراس ما كاين غير الكلام الزوين والاداب وهادشي جواعر وحمقني. فاش كنسولو علاش قدام ماما وباباه كان تيقول لي داك الكلام بديك الطريقه، فكان الجواب ديالو صدمه، كان تيقول لي راه ماما كتغير بزاف وانا ما نقدرش نبين ليها بلي انني كنبغيك، داكشي باش عمرك ما غادي تسناي مني نعاملك زوين قدامهم حيت الوالده هذيك وما بغيكش تقلقيها. كان تيبقى فيا الحال وتنقول غير ماشي مشكل، ولكن للاسف كنت تفاجئ انني غادي نتحط وسط محيط اللي هو مسموم، بمعنى عمي حمات اللي ما كانش مقتنع بيا نهائيا وبكل صدق والله شاهد على ما اقول. هذيك الحمات كنت دايرها ام وكنت كنحترمها بزاف وما كنتش كندي ونجيب في الهضره، وهذه ربما التفاهت عقلي حيتاش كانت تسحب ليا بلي انني غادي نلقى انسان واحد اخرى بحال ماما. ولكن للاسف غادي نبدا معاهم الحياه في محيط عمرني ما شفت ولا عشت فيه، قوانين اللي كانوا صارمه بحال خاصني نفيق بكري بزاف وندير الشغل ديال الدار بوحدي، واخا كانوا عندها زوج ديال البنات كانت كتقول لي بلي هما خصهم يقراو ولكن انا خصني ندخل الكوزينه. كنقول لها علاش؟ كتقول لي انت اللي بغيتي ولدي وتزوجتي به، اذا تحملي هذا الشيء وكوني قد الزواج والمسؤوليه ديالو وبناتي خليهم يقراو. كان امر عجيب وما كيدخلش لي لراسي، ولكن كنت نقول مع راسي عندها الحق حيت هذا الاختيار ديالي وانا اللي خصني نتحمله، انا اللي قررت نتزوج وفقط مباشره بعد ما غادي ناخذ الاجازه ديالي. اصلا كنت بغيت نكمل القرايه ولكن هو غادي يمنعني بحكم انه غادي ندخل للماستر وغادي نتلاقى بالدراري في الجامعه وغادي نحضروا المحاضرات مجموعين، وهو كان ضد هذا الشيء. انا غادي نقبل واخا كانت عندي رغبه شديده انني نقرا ونكمل الدراسه ديالي وندير الدكتوراه، ولكن ملي قال لي لا ما بغيت حتى شي واحد يشوفك قلت صافي ماشي مشكل، المهم هو يبقى على خاطره ونبقى انا معاه ونكملوا حياتنا بخير. فاذا بي كنتصدم بالتصرفات ديال هذه السيده وحتى ديالو هو. نزيدكم هاد الزوج ديالي عمرو ما صرف عليا، كان دائما كيقول لي صبري معايا غادي نديرو دارنا وغادي نعيشو حياتنا ونعوض لك. كان عندي امل انه هاد الشيء كامل غادي يسالي واحد النهار،
كنت كنتسنى هذا النهار اللي كان وعدني به. كان موعدني باللي في شهر 6 غادي ننتقلوا للبيت الزوجية ديالنا. كل نهار اش كنت كنعيش مع امو، واللي كنت كنعرف انا ذاك انني ندير اني نمشي نبكي حتى نشبع في واحد البيت، وكنوض ونشوف راسي في المرايا وكنقول لراسي صبري يا فلانة، انتي كتبغي هاد السيد صبري وراه ما بقى والو لشهر 6 وغادي يسالي هاد الشيء كامل. امو كانت كتحرات عليا بزاف وكتعذبني بزاف. تخيلوا كنت نتسناها فوقاش غير تجي من السوق باش نقول لها خالتي واش نعاونك، كانت تغوت عليا وتتعامل معايا بمعاملات اللي هما طاغيين. والمشكل هو انه هاد الشيء كله كديرو غير فاش ما تيكونش ولدها. انا ما كنقدرش نمشي عند الزوج ونقول ليه راه درت لي ماما راه عيرتني، ما كنتش تنقدر حيتاش كنت نعرفه بلي انه كان تيبغيها بزاف، وربما لو كان قلت ليه هاد الشيء ما كانش غادي يصدقني. بقي كنعقل واحد النهار جاو عندي والديا، بقاو عندي نهار واحد، وصلوا في العشيه يلا جلسوا وهي تجي تقول لهم حماتي انا راه غادي نسافر غدا مع الصباح وانتوما غير سيروا تهناو على بنتكم. فعلا غادي يمشيو وهي ما غاديش تسافر. دازوا مواقف كتار اللي فيهم اضطريت باش انني نرجع لعند الاهل ديالي وناخذ قرار انني نطور من السيفي ديالي بيد ما توصل الفتره اللي اتفقنا عليها اللي هي شهر 6 اللي غادي نديروا فيها واحد الحفله صغيره ونمشيو للدار اللي غادي نكريو. المهم من بعد اصرار مني غادي نتفاهم معاه باش انني نمشي ندير ستاج وما نضيعش الوقت، ولكن صراحه ماشي ستاج او نطور من السيفي ديالي هو اللي خلاني انني نرجع، ولكن السبب الاول كنت عييت بزاف، عييت من الضغط ومن المعيور ومن السبان والمعاملة السيئة. ما كانش كتخليني لا نبس ولا نخرج ولا حتى نهضر في التليفون، لقيت خدمة عن بعد وحبستني عليها. المهم كانت الضغطة عليا بحيلة كنت هي بمن مزوجة، الزوج ديالي كلمته ما مسموعاش واصلا ما كيدافعش عليا. فعلا غادي نرجع للبيت الاهل ديالي ودفعت المدرسة خصوصية وبديت فيها الخدمة كمدرسة للغة الإنجليزية، وبقات علاقتي مع الزوج ديالي عن بعد. كان مرة كيجي لعندي، مرة كنجلسو في الأوتيل، مرة كيجي لعندنا للدار. واحد المرة غادي نمشي لدارهم وماما عايرتني بزاف واخا ما عرفتش علاش، وأنا النهار كامل كنت كندير ليها كل شيء غير باش ترضى عليا، ولكن ما بقاتش كتهضر معايا ولا حتى تعطيني نطيب، وكانت كتعاملني بطريقة لي قاسية وبزاف. فأنا هاد المرة قلت مع راسي أجي نهضر مع هاد الزوج يقدر يفهمني. جلست معاه وسولته واش أنا غلطت في حقكم، واش أنا هذي، وأنا نقول ليه بغيت غير نقول ليك راه الوالدة ديالك كتعاملني شوية صعيب، عافاك سولها واش درت لها شي حاجة. فإذا بي كانت صدم بالسيد كيفاش كيتجاوب معايا بواحد الطريقة لي جد منفعلة، وهو يقول لي هذيك ماما دير اللي بغات ومن حقها دير اللي بغات. تخيلوا واخا هكاك ما تقلقتش. المهم غادي نرجع في حالي، ودازت واحد الفتره وهو يجي عندي مع امو لدارنا، وهنا غادي تكون اول مره هي كتجي لعندنا، حيت كيف قلت لكم في الاول اول مره جاوا لعندنا جاوا لعند العائله ديالي في الدار الكبيره. هاد المره جات عندي للدار ديال الوالدين، اما الزوج فكان تيجي عندي من قبل. كيف غادي تحط رجليها عندنا في الدار؟ السيده غادي تصدم بحكم انه دارنا مازال في الاصلاحات، ولكن الحمد لله كنا مستورين. دخلت السيده وهي تصدم، تبدل وجهها، ومن دخلت ما هضرات معانا ما ضحكات معانا، وحنا ما خلينا ما درنا ليها. منين جات وهي كتقول لي بيني وبينها بيعوا هاد الدار وسيروا شريوا شي مدينه واحده اخرى بحكم اننا كنا تنسكنوا غير في واحد الفيلاج، تتقول لي ما يمكنش تبقاو ساكنين هنا، داركم صغيرة ومضيقة. كنت يبقى فيا الحال بزاف، وكنت نخاف لوالديا يسمعوا هادشي، وخا تكون صغيرة وما مصلوحاش راه والديا تعذبوا عليها بزاف باش لحقوا عليها. المهم من هنا غادي تبدا نهاية الزواج ديالي. بدات كتقول بلي انني جاية من عائلة بسيطة وبلي ولدها هو اللي غادي يهزني، علما انها كانت مهووسة بولدها. كانت ديما كتقول لي فلان هو حياتي وما عمرني نعطيه لشي واحد. كنعقل كنت قلت ليها حشوم عليك خالتي، كنت قوليها لي قبل الزواج ماشي حتى لدابا، وهي تقول لي وحتى دابا انا تنقولها لك ولدي باقي صغير على الزواج وانتي باغا تحملي هاد المسؤوليه اللي كبر منه، وراه هادشي ما يمكنش وكيف العاده غادي تعيرني. المهم هي فاش شافت بلي انه تزوجنا وبلي انه ولدها كيبغيني كانت مرضات باكتئاب، وكانت ديما مقلقه وديما كتقول لي انا ولدي ما كنتش باغيه يتزوج، ولكن انا ما كنتش كندي عليها. فعلا كنت كنتقلق، ولكن كنت كنقول الله يهديها، كنقول ماشي مشكل راها ام، كان كيسحب لي بلي انها غير مساله وقت وغادي تولف، ولكن هي كانت كتخطط باش انها تهنى مني. وانا في دار والديا واحد النهار كان الفيق كنلقاه بلوكاني من كل شيء، خوابيه ورفع لي دعوه الطلاق وخلاني
سولت علاش، تيقول لي من حيتاش ماما فهمتني شي حوايج ما كنتش فهمهم. فاذا بيا كنلقى راسي طحت في صدمه عاطفيه وحاولت الانتحار، حيتاش ما تقبلتش انني في سن 22 سنه نكون انسانه مطلقه، ومن شكون؟ من هذاك الانسان اللي انا كنت كنحمق عليه وما كنتش كنشوف حياتي بلا به، الانسان اللي حياتي رسمتها كلها معاه، ضرني وهرسني وهرس فيا واحد الانسانه اللي كنقول ليها اليوم الله يرحمها وما بقاتش وتحولت لانسانه واحده اخرى ولكن اقوى. فوق هادشي كله كنتفاجئ بلي انه فتره الطلاق ديالي داك الزوج امام المحكمه غادي يطعن في الشرف ديالي، بحيث قال لهم بلي انني هاد الانسانه عمري ما قربت لها وعمري ما كنت معاها كزوج. من بعد عام ديال الزواج بلا حشمه بلا حياء تجرأ يقول هاد الكلام، من بعد ما استغلني جسديا وعاطفيا وماديا وكل شيء جيت يقول في حقي هاد الشهاده، من بعد ما خداني من دارنا معززه مكرمه بقرايتي باصدقائي وعائلتي وطموحاتي استعملني كيف ما هو بغى وكيف ما مو بغات، وردوني بالشكل اللي هما بغاو، وفي الاخير توقف قدام المحكمه وتيقول لهم هاد البنت عمرني ما قربت ليها. صدمني واكتفيت بالصمت، ما قدرتش نبرأ راسي، ما عارش بلي انه هاد الباطل كله اللي نزل عليا هو امه ما منو حتى شي حاجه. وفي الوقت اللي كان طلقني كنت في بدايه الحمل ديالي اللي ما كنتش اصلا مخططه ليه، ولكن مني حاولت الانتحار ما كنتش عارفه هاد الخبر، وغادي نفقد الجنين ديالي وجاني مرض في الدم بسبب داكشي اللي خديت واللي كان صعيب. تنقول لو كان كمل عليا الله وبقى لي الجنين تنقول بلي انني عمرني ما نقدر نقولها ليه، حيتاش لا يحق او لا يستحق باش انه يكون اب من بعد ما طعني في الشرف ديالي. كنتمنى هذا الفيديو يوصلهم هو مو واحد النهار ويعرفوا الذنب اللي ارتكبوه في حقي اللي دفعني انني انتحر ونكون سبب ان الجنين ديالي يمشي. هما غادي يسدوا عليا البيبان كاملين ولاحوني وطلقوني وما تسوقوش ليا، واخا مشيت حتى لمدينته ودارهم، مشيت تبت في المحطات، مشيت تزوجت باش ما يوقعش ليا هادشي، حتى حد ما رحمني. كنعقل ضربت 300 كيلومتر باش نمشي لعندهم، الام ديالو في المحطه قالت لي ولدي ما انت ليه ما هو ليك، تصدمت ورجعت في حالي. اما رسالتي لطليقي اللي ما عارفاش اصلا واش غادي توصلوا شي نهار ولا لا، بغيت نقول لي سمح لي بزاف ولكن انا ما مسامحاش ليك نهائيا وما عمرني ما غادي نسمح ليك، لا انت لا الام ديالك لا العائله ديالك، على هذاك الاذى اللي سببتو ليا وعلى الحياه ديالي اللي كنت كنتمنى نعيش واللي خططت لها وهرستوها ليا. وبغيت نقول لكم سمحوا لي بزاف حيت انا مازال كنصلي مازال كنقوم الليل وكندعي وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، سمحوا لي بزاف ولكن هذه واحد الحاجه اللي ما نقدرش نتحكم فيها، حيت وقت ما كنحط جبهتي على الارض باش نصلي كنتفكر داك الشيء كامل اللي داز عليا وهذاك الشيء ما نقدرش نسمح لكم عليه. كنبغي نقول لكم ايضا قال الله عز وجل يومئذ تحدث اخبارها، ديك الارض اللي وقع عليها هذا الشيء كامل شهد على الحقيقه وشهد على القصه كامله، ويومئذ ستحدث اخبارها ان شاء الله وغادي تبان الحقيقه في الدنيا وفي الاخره. اما رسالتي لكل مراهقه لكل فتاه لكل من تحب بعمق وما كتسمعش القلب شنو تيقول لها، ما تبداوش تثقوا في اي واحد، وكوني على اكيد بلي انه من خلال تجربتي راه ما كايناش شي وحده بحال الام ديالك، كاينه ماماك نقطه. الغرض من قصتي اللي شاركت معكم ماشي هاد الاحداث وهاد التفاصيل اللي دازوا عليا، حيت الحمد لله انا اليوم فقت منهم، ولكن بغيتكم تعرفوا بلي انه الزواج راه ماشي هو ورقه ولا ليله ولا كلمه حب، الزواج راه ميثاق غليظ، ماشي اي واحد عرفتو صافي غادي نتزوج به، ماشي اي واحد ابتسم ليا وقال ليا كلام زوين راه تيبغيني، حيت انا قبل الزواج كنت متاكده بلي انه هذا الشخص كان تيحماق عليا وكان كيبكي وكيصلي صلاه شكر ويقول لي الحمد لله حيتاش انتي في حياتي وصابره معايا. بدلت من شخصيتي من راسي من صحابي من عائلتي، كل شيء ضربت عليه في سبيل انه يرضى عليا ونكملوا مجموعين ببساطه، حيتاش كان تيبان ليا الزواج شي حاجه اللي هي كبيره وخاصها تصان وبلي جوج ديال الاشخاص خصهم يحافظوا عليها، ماشي واحد يكون اللعبه نتاع الاخر او لا اللعبه في العائله ديال الطرف الثاني. تنزلت على العرس على المصروف على الحوايج على القرايه على كل شيء في سبيل انني نكون مع هذا الشخص. فالزواج هو مراحل اللي خاصنا نمشيو فيها وما نقزو حتى مرحله باش ما نضيعوش، وليكن في علمكم انه التنازلات بزاف ماشي كتضمني بها الشخص اللي معاك، ولكن تتاكدي ليه باللي انك مستعده انك تنازلي على كل شيء حتى على راسك في سبيل انك تكوني معاه،
وبالتالي كيشوف راسه هو شي حاجه اللي غاليه وانتي شي حاجه اللي هي دليله بزاف. اما البنات اللي كتب عليهم الطلاق فهو ليس بنهايه العالم وما هو الا بدايه لخير كبير غادي يجي في حياتك، حياه جديده احسن من هذيك اللي كنتي عايشه. الحمد لله من بعد طلاقي غادي نلقى عائلتي كلها دعماني وفي جنبي، بهذاك الدعم ديالهم غادي نقرر باش انني نترشح من جديد في مباراه التعليم. وانا فرحي من دوك المعاناه او لو وسط ديك الظروف كنت كنمشي للمحكمه الصباح وكنبكي حتى كنشبع ونعاود نرجع للدار ونهز كتبي ونقرا ونوجد باش ننجح. ما خليتش طلاقي يحبس لي طموحاتي، فعلا تدمرت ولكن ما كنتش بغيت باش انني نسمح لهذا الحلم انه يضيع مني، حيت كان هو الامل ديالي الوحيد باش انني نعاود نعيش في هذه الدنيا. الحمد لله انا اليوم استاذه الثانوي التاهيلي لماده الانجليزيه وعندي 23 سنه. كل شيء اللي في المحيط ديالي كيستغرب وتيقول لي كيفاش قدرتي ديريها، حيت في وقت التحضيرات ديال الامتحان كنت مريضه من كل جوانب ونعس في السبيطار، ولكن رغم داكشي كله كنت كنوض كنقرا وتمسكت بهذا البصيص ديال الامل. وهذه هي حكايه امل. صراحه اي حاجه بغيت نقولها فقلت امل، حكايه اللي رائعه ومثال لكل انثى اللي كتفكر انها تسبق الزواج على القرايه. كنتمنى حلقه اليوم تكون نالت اعجابكم وكنتو استفدتوا منها. ما تنسوش انكم تعطيو الامل شويه ديال الامل في التعليق ديالكم. تسنوني من هنا يومين في حلقه جديده ونقول لكم خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.